Once upon a time there was a lovely prince. يلا سرع الطابور. يلا يلا روح المحل بسرعه. يلا روح المحل. يلا روح المحل. يلا عندي شيء ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك دب دب
شفت هالدار لما تكون في الأولى ما تنشبر أولي دبون عدونهم أي لا هذه ضمتي هذه ضمتي طيب الآن أنتم أبي أشوف أسوي لكم أنتم سوا شطبة بزيان حرص حيو زيان حيو حيو زيان الآن يا كورة من يلعب كورة كلكم اللي يكتب معاي صح بعطي الكورة هذا كورة اللي أنا أشتاك صح بخلي واحدة الآن بكتب تحت يلا امسح يلا نكتب نبي نكتب الكلمة اللي كتبها أولا بدنا نكتب كلمة جديدة كلمة رم لون را اترك الله را جنبها ما اي را فتحة طبعا جنبها ما رم شكلنا لما تقول شريها يسكون سكون حلو يوسف طيب يا حلوين اشوف الان ارفع سبوره ارفع يدي ارفع سبوره ارفع سبوره حلوين 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 الان هذا الراء شنو بعد الراء رم قلنا ما ما موز ما موز وين ما موز وين ما موز هذا ما ماشي وين اللام رملون هذه اللام صح؟ اكتب هذه اللام خالد كتب الراء والماء واللام احنا نبغى نشبكهم رملون قلنا احنا لما نكتب خالد يا بابا نكتب الراء اول نكتب الراء صح خالد؟ والماء نكتب الماء هذا كذا نكتب الماء الماء صح خالد؟ هذه راء قلنا بعدين رم سكون عليها بعدين ايش؟ رم لون اللام عليها ضمتين عرفت يا بابا خالد شلون اكتبها خالد ابيك تكتبها لي انت مره ثانيه كذا ها يلا اكتبها اكتب يا خالد اكتب يا خالد رم ايوه رم يا سلام عليك يا خالد حلو بابا حلو خالد اي حلو خالد طيب انت الحين عرفت كذا شوف طلع طلع زين تكتبها غيب؟ نبي نكتبها غيب الحين يا خالد. نبغى نكتبها الان غيب يا خالد ها؟ شوف يا خالد يا ها؟ شوف طلع الفم زين. راء بعدين ما بعدين لا صح؟ امسحهم؟ تكتبهم انت؟ يلا بعطيك كورة على طول كتبتهم. هذا يا خالد شوف الان خالد بيكتبهم مرة ثانية. يلا يا خالد يا بابا اكتب راء راء رمل راء حلو حلو خالد ما يا حلو خلو يا حلو خالد يا حلو خالد ايوه يا لا يا سلام عليك يا خالد صفقة قوية خالد بس خالد نسى حاجة واحدة وش اللي نساه خالد؟ حركات يا حلو منو اللي قال حركات؟ صفقة عبد الله شفت خالد؟ شوف را رم لون حلوة حلوتي نعطيك كورة يستاهل خالد كورة دي ما ما دي ما ديما صح؟ طالعها يا سكر طلعتوها؟ نا دي ما طلعتوها؟ ايه امسح؟ ابدا كتابة ديما شوف نا ديما نا ديما الدكسر دي ما قلنا اذا ربعنا يدنا يعني فتحة نزلنا يدنا يعني كسرة قلنا مو يعني ضمة نا كلكم خلاص طب؟ اكتب ارفع لي شوف لي شوف لي ارفع لي اللوحه حقته لوحته اشوف اللي كتب صح انت كذا حط النقطه فوق يا احمد يا بابا شوف انت هذه بديمه النون النقطه تبوك هنا النون النقطه تبوك نقطه صح اشوف حلو ايوه عبود بس هنا ايوه استمر هنا الداش التوالينه سوي لها كذا اوه حلوه شوف 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 تركي شوف تركي طلعوا تركي حلو تركي كذا سكر القلم سكر القلم سكر القلم محمد رميح اقدر اكتبها يعطيكم العافيه حلوين خلصنا الدرس درس وشو كيف نتدرب على كتابه الكلمات
كونا من ست الحروف هذه كلمة، تدربنا على كتابتها ليه، وتعلمنا كيف نكتب أي كلمة أنا حافظ حروفها. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب اللي مش فاهم يرفع يده، اللي مش فاهم هلا يا ابوي، هلا معلم، هلا ابوي. مش فاهم يا دحومي؟ ها؟ مش فاهم دحومي، تعال يا بابا دحومي امشي. هذا دحومي يقول لنا مش فاهم، نبقى نعيد معاك الكلمتين وبثبت لكم ان ولد شاطر. عبد الرحمن، عبد الرحمن شو يا بيه؟ اكتب لي الحرف، اكتب لي اول شيء الحرف. نبي نشوفك انه يعرف الحروف ولا ما يعرف الحروف. اكتب حرف الماء. باء. لا. دب. راء. الناء. يعرف الحروف ولا ما يعرفها؟ يعرفها صح؟ الحين بخليه يكتب املاء الحالة. بخليه يكتب فيصل. طيب خلاص. أنا بس أشوفه ما نبي يصير. أخليه يكتب الحالة. بنبي نكتب عيادة، بنبي نكتب الكلمة اللي قبل شوي كتبناها، نكتب بتبينه. باء لا دون باء، باء لا دون. شفت ايش حلو؟ هذا تتحرك في صلاه، هذا اللي يقول ما يعرف. باء لا دون. صح صح ولا مو صح؟ فهمت يا بابا ولا ما فهمت؟ سهل ولا صعبة؟ سهلة؟ أنت ولا شاطر عبد الرحمن، صبوا عبد الرحمن. إذا كنت تذاكرها مع ماما الحروف وأكتبها بالحركات يوميا، ما يجي بعد شهر أو شهرين إلا أنا أنطلق في الكتابة ولا تهمني أي كلمة، كلهم عاد أكتبهم. يعطيكم العافية، وأتمنى إن شاء الله أنكم فهمتوا الدرس واستوعبتوه علشان تعرفوا كيف تكتبون. شكرا.